الاتيبيكال ثوراسيك فيرتيبري نمرة واحد ونمرة 10 ونمرة 11 ونمرة 12، ادي واحد وادي 10 وهنا 11 و12، ودول ليه اتيبيكال هنشرحهم في السلايد اللي بعد كده. لو نمسك نمرة واحد، فاحنا عارفين ان الفيرست ريب ارتكوليت مع الفيرست ثوراسيك فيرتيبري كومبليتلي، بمعنى ادي ارتيكولار فاسيت كامل للهيد اوف ذا ريب، وارتيكولار فاسيت كامل لتيوبركل اوف ذا ريب. وبعدين نمرة ثلاثة، في نص او ديمي فاسيت على اللور بارت بتاع البودي بتاع الفيرست ثوراسيك فيرتبري، فيبقى هنا على البودي بتاعها في واحد كامل ونص تحت، وعلى ترانسفيرس بروسيس في ارتيكولار فاسيت كامل، ودي مش هتلاقيها موجودة الا في الفيرست ثوراسيك فيرتبري بس. الحاجة التانية اللي تلاحظ بيها ان السباين بتاعها بيبقى مرور ليس قريب من السيرفايكل، فتلاقي السباين بتاع الفيرست ثوراسيك فيرتبري هوريزونتال، ما هوش بوينتد ولا دايركتد ايه داونرز. لو بالمقارنة بقى الاتيبيكال التانيين اللي هم نمرة 11 وادي نمرة 12، دولت بيعملوا ارتكوليشن مع الفلوتنج ريبز. الفلوتنج ريبز اللي هم نمرة 11 و12، الريب نفسها ليه ارتيكولار فاسيت على الهيد بتاع الريب، لكن التيوبركل بتاعها ما لهوش ارتيكولار فاسيت، ده ان وجد التيوبركل نفسه. فعشان كده في 12 و11 الاقي ارتيكولار فاسيت على البودي كامل، والاقي ارتيكولار فاسيت على البودي كامل، لكن على الترانزفيرس بروسيس ما فيش اي ارتيكولار ايه فاسيت. طبعا هنا ازاي ابايز من 11 ل 12 ولو انها صعبه، الا ان تقدر تميزها ان الارتيكولار فاسيت اللي على البودي في 11 بيبقى قريب من الابر بوردر بتاع البودي، لكن في 12 بيبقى نزل تحت شويه على الميدل بتاع البودي. نيجي نلاقي نمره 10، فنلاحظ ان في عندي هنا اهو 10، نمره 11 ريب ما عملش ارتكوليشن مع نمره 10، فبالتالي الديمي فاسيت المفروض يكون موجود تحت هنا، لا مش موجود. يبقى نمرة 10 هتلاقي ديمي فاسيت على الابر بوردر بتاع الريب، وهتلاقي ارتيكولار فاسيت على الترانسفيرس بروسيس، لكن مش هتلاقي على اللور بوردر اوف ذا بودي اي ارتيكولار فاسيت، لان الريب نمرة 11 اتحدت الهيد بتاعتها اتحدت بالكامل مع 11.